نعم. أحسن الله عليك الشيخ، ما تفسير قوله تعالى ولا تجهر في صلاتك ولا تخافت بها وابتغ من ذلك سبيلا؟ المقصود في الصلاة يا شيخ الدعاء والصلاة الشرعية. المخافة يعني معناها لا تسر، وهذه نزلت لسبب أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يجهر في قراءته، فحصل بذلك من المشركين اعتراض، فقال الله عز وجل لا تجهر بصلاتك ولا تخافت وابتغ بها نائب السبيل.